هاتفيا ينضم الينا الدكتور طلعت عبد القوي رئيس لجنه تاسيس التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وعضو مجلس النواب وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اذا لو نتحدث اكثر عن الحياه السياسيه بعد ثوره 30 من يونيو وكيف ترسخت فكره التعدديه التي شهدناها ومشاركه العديد من الاحزاب كان اخرها في انتخابات 2024، تفضل. وطبعا يعني من ضمن اهم الايجابيات اللي شهدتها الفتره الماضيه طبعا اطلاق الحوار الوطني اللي اطلقه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوه كل القوى الوطنيه لاطلاق حوار سياسي حول قضايا وحول مستقبل الوطن. وبالفعل الحوار الوطني يتم تشكيله من عدد من 19 من اعضاء مجلس الامناء وفي رئيس اللجنه المؤسس الاستاذ ديار اشوام ورئيس اللجنه الفنيه، وانتهى الامر الى ان احنا فعلا عقدنا العديد من الاجتماعات واللقاءات وانتهينا الى مجموعه من التوصيات من 135 توصيه، وقد يكون في مقدمه التوصيات المحور السياسي. المحور السياسي تحدثنا فيه عن يعني الفتره القادمه باهميتها، يعني بالنسبه لي ان احنا طبعا عايزين احياء حزبيه جديده، يعني دعم الاحزاب السياسيه حوكمتها، ايضا اعاده نظر في قانون انتخابات مجلس النواب، ايضا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، قانون الخاص بتنظيم العمل الاهلي وقانون الخاص بالتعاونيات. كل هذه المسائل احنا يعني كنا حريصين على التحدث فيها، وطبعا التوصيات دي تم ارسالها لفخامه رئيس الجمهوريه واللي هو حلها الى يعني الى الحكومه والمجلس الامناء. والنهارده بنسعى جيدا ان يكون هناك حوار جاد وان شاء الله نتائج محترمه في المرحله القادمه. ثوره 30 يونيو طبعا يمكن من الثوره اللي هي حققت العديد من الانجازات اللي مصر كلها شهدتها. احنا عندنا النهارده في دوله مؤسسات، عندنا مجلس نواب، عندنا مجلس شيوخ، عندنا مجلس حقوق الانسان، مجلس قوام المراه. صحيح. كل تلك الكيانات تمت بشكل ديمقراطي، عندنا في تمكين المراه تمكينا حقيقيا. كل هذه المسائل احنا بناكد عليها. فتره قادمه فتره مهمه جدا في بعد طبعا اعاده تشكيل الحكومه. طبعا 30/6 ديت نقطة فارقة، احنا عندنا اما تناقشنا في 10 سنوات ما ضمت الفترة الماضية في حكاية وطن، وهناك العديد من الانجازات التي حققت وكلنا في اجماع على ارض الواقع. وانا كمسؤول ومسؤول اول عن قانون او عن جنايات المؤسسات الاهلية بصفة رئيس الاتحاد العام للجنايات الاهلية بقول ان احنا نعطل الذهبي للعمل الاهلي في هذه الفترة. احنا تم وقف العمل للقانون 70 في 2017، وتم اطلاق قانون التعظيم اللي هو اطلق تنظيم في الجمعيات وتمهش مع الماده 75 للدستور. ايضا عندنا اطلاق رئيس الجمهوريه عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني. ايضا النهارده برضو انشاء تحالف وطن العمل الاهلي التنموي. في كل دي ايجابيات احنا بنشهدها ونفتخر بيها. الرئيس من اكثر الداعمين للعمل الاهلي والعمل التنموي. ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله احنا كنا متفائلين بطبعا ان يبقى في مزيد من التشريعات ومزيد من البرامج والسياسات اللي هي تدعم العمل السياسي والعمل الحزبي في المرحله القادمه. احنا ان شاء الله تختيم العام القادم 2025 على التحقيقات السريه انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. كل دي طبعا يعني احنا دوله قويه جدا ورغم التحديات اللي تواجه الدوله المصريه، ولكن الحمد لله قيادة سياسية، قيادة واعية، قيادة حريصة الحرص على دعم المسيرة الديمقراطية ودعم الدولة المصرية، وده اللي احنا بنشوفه كلنا شايفينه على أرض الواقع وكلنا حاسين. دكتور طلعت أنا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور طلعت عبد القوي رئيس لجنة تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.